أنا أجيت لكردستان العراق لسليمانية بصراحة هربا من الحرب وخوفا على أولادي وعلى مستقبلهم، لأنه مستقبلهم بصراحة ضاع فترة الحرب، كل شيء تغير مثل ما نقول رأسا على عقب. اشتغلت من 2018 كعاملة أطفال حتى شهر آذار 2019 صرت قائدة فريق لإلفيس. شعور الحب مع الأطفال هو شعور متبادل بصراحة، كتير كتير بحبهم، كتير يعني بعشقهم، بعشق الأطفال، خاصة أطفالنا هون نحن كتير متعودين عليهم. تقريبا في عنا صار أطفال عنا هون سنتين معنا، عم نعيش كل يوم مع بعض، هن يسمعوا كلمتنا أكثر من كلمة أمهاتهم وأبوهم. أنا اختاريت أكون متطوعة هون من كثر محبتي للأطفال، حتى بصراحة والله العظيم مرات ما بحس إنه حالي متطوعة، حتى لو ناس بتسألني لإمتى رح تشتغلوا أو إمتى عقدكم بيخلص، بالجديد بتذكر أنا متطوعة. في عندنا كان طفل من ذوي الاحتياجات الخاصة، أول ما بيجي كان يخاف كتير، يبكي كتير، إذا مو أمه وأخته وأخوانه كلياتهم معه، يعني معه بالقاعة ما كان يفوت أبدا. بتذكر لحتى هذا اليوم، هلأ هو بالصف الأول بالمدرسة الابتدائية، لحد هلأ أمه بتشكرنا على الجهد اللي اشتغلنا مع هذا الطفل من ذوي الاحتياجات الخاصة، اللي ما كان بيحكي أبدا، بعد ما أجل عنا لهون صار يحكي وصار بيشارك ويجي لحاله، لحد هلأ على المنظمة لحاله. رسالتي لكل العالم، بتمنى أنه دائما يحافظوا على الأطفال ودائما يشوفونهم مكان آمن وين ما كانوا، ومستقبلهم لازم يكون آمن من قبل حتى يولدوا. أطفال صغار جديد يولدون لازم نحدد لهم مستقبلهم، لازم يكون مستقبل الأطفال دائما آمن.